صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية. النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف عن مواضيع حلقتنا، هنتكلم عن التجارة بين مصر والسودان، ومعانا ضيف حلقتنا النهاردة المحاسب محمد الناعم صاحب مؤسسة الناعم للتصدير والاستيراد. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم بالسادة المشاهدين، صباح الخير عليكم جميعا. أستاذ محمد الناعم بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة دراسات عليا في المحاسبة والمراجعة، عمل كمحاسب ومراجع حسابات ثم مدير مراجعة حسابات لإحدى شركات الأسواق الحرة الأجنبية العاملة في مصر، ثم عمل كمدير تجاري لمول تجاري كبير في مصر الجديدة، ثم قام بتأسيس شركة استيراد وتصدير واستيراد جمال وعجول حية من السودان واستيراد محاصيل زراعية من السودان. اسم الشركة مؤسسة الناعم للتصدير والاستيراد. تعالوا بقى ننتقل لموضوع حلقتنا اللي هو هيكون عن التجارة بين مصر والسودان، وأول سؤال عايزين نسأل حضرتك تكلمنا شوية عن التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال بوابة السودان والدول اللي بجوار السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم حضرتك تعرفوا الأول إحنا فين مكاننا في الجغرافيا بالنسبة للعالم. مصر ليها دول جوار ليبيا والسودان فقط بالنسبة لأفريقيا. دولة زي السودان ليها من الشرق إثيوبيا وإريتريا أو إريتريا زي الناس ما بتقول، وليها من الجنوب جنوب السودان، وليها من الغرب أفريقيا الوسطى وتشاد. دولة مصر لو قدرنا إن إحنا نمشي من مصر لحد جنوب أفريقيا ممكن نمشيها بالعربية، مفيش أي حاجة تعوقنا. خلينا نتكلم في حتة تانية، إن التجارة بين مصر والسودان حجم التبادل التجاري كبير جدا، أكتر مما تتوقعه او اكتر مما خيالكم يروح، بس معظمها للاسف الشديد بتكون تجاره مش جوه الصندوق او مش جوه النظام المصرفي او مش جوه النظام اللي هو البنكي، مش جوه النظام التجاري. معظمها تجاره حدوديه بتروح وبتيجي من غير تنظيم، تجاره عشوائيه بتروح وتيجي من الحدود. فاحنا عايزين نطور الموضوع ده ونقدر ان احنا نروح بيها لابعد من السودان، نقدر نروح لجنوب السودان، نقدر نروح ل افريقيا الوسطى، نقدر نروح للكونغو، نقدر نروح لاوغندا، اثيوبيا، تعزز التعاون الاقتصادي وتعزز التبادل التجاري بيننا وبين الدول دهين، ونقدر منها نوصل لوسط افريقيا تحت، وممكن نوصل لحد الجنوب. ليه لا؟ احنا عندنا حجم مصانع وحجم صناعات كبيره، مش هنقدر ننافس الصناعات الصينيه في بعض الاسواق الاوروبيه وبعض الاسواق الدول العربيه. يعني قصدك لو في تعاون ما بينهم الدول الافريقيه ممكن يحققوا انجازات احسن؟ اكيد طبعا، يعني احنا لو ادينا للدول الافريقيه المنتجات بتاعتنا اللي بنصنعها هنا في مصر من المصانع بتاعتنا، نقدر ان احنا نزود حجم التبادل التجاري، ونقدر نديهم بضائع اكتر، نقدر ان احنا ناخد منهم حتى مواد خام، او نقدر ناخد منهم منتجات احنا محتاجينها هنا في مصر او حصلات زراعيه، ويقدر يكون في تعاون ونزود حجم التعامل التجاري، وده بيعمق العلاقات وبيقوي العلاقة بين الشعوب. طب كلمنا شوية عن زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان والدول الأفريقية. لو قلنا مثلا السودان كدولة ليها من الشرق إثيوبيا وإريتريا، ليها من الجنوب زي ما قلت لحضرتك جنوب أفريقيا اللي هي كانت جزء من السودان، ليها من الغرب أفريقيا الوسطى وتشاد. لما ناخد دولة جنوب السودان هتروح تحتيها في أوغندا وفي كينيا، ومعاها الناحية التانية الكونغو الديمقراطية، ونزل بقى تحتيهم هلم جرة. أفريقيا زي أوروبا، مفيش حاجة بتفصلها، يعني مفيش جزر، مفيش حاجة بتقطع المسافة من مصر لجنوب أفريقيا، كلها مسافة على اليابس، أو نقدر إحنا نمشيها بعربية أو نقدر نمشيها بشريط قطر. فلو إحنا زودنا مثلا دولة زي السودان، عندنا في الغرب في السودان في ثروة حيوانية مهولة جدا. بالمناسبة أنا الوالد سوداني والوالدة مصرية، يعني نص سوداني ونص مصري، واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى من اول الناس اللي اشتغلنا في تجاره الجمال، ابا عن جد عن جد، من اول ما اتعرفت التجاره دي، تجاره الجمال وتجاره العجول واستيراد اللحوم من دوله السودان ومن كينيا. جبنا قبل كده في 2012 2013 وحصل تنميه، وهو ده يمكن الحاجه الاساسيه اللي مخليه اللحمه النهارده في مصر في السوق المصري محافظه على سعرها، ما زادتش قوي، لان حجم التبادل مع السودان ان احنا بنجيب لحمه وبنودي حاجات تانية، فده بيحافظ على ثبات الاسعار بشكل او باخر.
طب لو هما عملوا قطر مثلا يمر بأفريقيا كلها، هل في رأيك ان ده مشروع ممكن يتم؟ وهل ممكن يبقى له يعني أثر إيجابي؟ اعتقد ده المفروض يكون من الاولويات، لان انت عندك افريقيا فيها كام زي وعشرين مثلا أوروبا. زي اوروبا، واحنا زي كان زمان كان طريق الحرير اللي كان بيربط اسيا وافريقيا واوروبا كلها بخط قطر واحد. طب احنا النهارده ممكن بلاش قطر لو تكلفته هتبقى عاليه، خطوط السكه الحديديه، بس يعني نعمل خط هاي واي او طريق سريع زي الطرق اللي احنا في الفتره الاخيره عملناها في مصر، نمشي لغرب السودان مثلا في اقليم دارفور. دارفور مالي او غني جدا بالثروه الحيوانيه. في مشكله كبيره، تخيل حضرتك ان العجول اللي بتيجي من هناك بتيجي مثلا في وقت الخريف بتمشي 40 يوم على رجلها، تفضل تاكل من الارض عشان ما فيش طريق مستوي او ما فيش طريق مستقيم، ما فيش طريق زي الطرق اللي عندنا هي الطريق الصحراوي مثلا، ما فيش عندهم الطريق بالاريحيه دي، فالعجول بتيجي والجمال بتمشي والثروه الحيوانيه بتمشي 40 يوم. فتخيلي حجم الهلاك اللي بيحصل والدمرج او الهالك الهوالك اللي بتحصل في الرؤوس الماشيه اللي بتمشي. طب احنا لو عملنا لهم طريق وخدنا بداله جزء مثلا من او تخفيض في اسعار اللحوم اللي بتيجي من هناك، خاصه اللي بيستورد دلوقتي شركات كبيره وشركات حكوميه، ما ده هينمي عندنا احنا هنا في مصر، هيدينا زياده في المعروض في اللحوم، وهيزيد هيدينا كمان هناك في السودان يقدر يعمل تنميه عنده في اقليم دارفور، وهيقل شويه حته الحروب والصراعات. تخيل حضرتك طريق واحد يحل مشكله بلدين. طب هل من رأيك ان السكان والناس يعني في الدول دي ممكن يتقبلوا الفكرة دي؟ هي مصر والسودان طول عمرها دولة واحدة، اكيد يعني طبعا. ما حصلش غير في منتصف الخمسينات لما انفصلوا، انما كان لحد الملك فاروق كان ملك مصر والسودان. وحضرتك لو رحتي لأسوان وشفت اهالينا في اسوان وفي النوبه ونزلت تحت في شمال السودان هتلاقي كلهم عادات واحده، لبس واحد، طريقه كلام واحده، طريقه اكل واحده، الاكلات. وروح حضرتك في الحدود الشرقيه في مثلث حلايب وشلاتين ما تقدرش تقولي مين سوداني ومين مصري. دايما المناطق الحدوديه بيكون في تقبل بين وبيصدها كمان حته القبليه، يعني في قبائل هناك في جنوب مصر وفي شمال السودان، هي زي اقول لحضرتك ايه، هتلاقي مثلا الخال موجود في السودان والعم موجود في مصر، ده مصر وده سوداني او معاهم جنسيتين ومتزوجين. يعني السودان في حوالي 4 مليون سوداني، وفي بعض الاحصائيات بتقول 6 مليون سوداني موجودين في مصر ومندمجين في المجتمع المصري. فازاي هناك في السودان مش هيقبل ان انت تزودي؟ بالعكس، احنا نتمنى ان يحصل مشاريع استثماريه اكبر هناك، نتمنى ان يحصل مشروع مثلا مليون فدان اللي سيادة الرئيس متبني اللي هم يعملهم. خلاص اعمل مليون فدان في مصر وخد 5 مليون فدان في السودان ازرعهم، هم جاهزين للزراعة وعندهم المية بتاعتهم والأرض منبسطة والأرض خصبة جدا. طب كلمنا شوية ازاي نقدر نستفيد من الأراضي الزراعية في السودان؟ السودان بطبيعتها من واحنا في ابتدائي دايما بنقول ان هي سلة الغذاء للوطن العربي وللعالم. دولة سبحان الله ربنا حباها بالنيل الأبيض والنيل الأزرق ومجموعة كبيرة جدا من البحيرات ومستنقعات. حضرتك تخيلي لما بيحصل فيضان في ناس بتموت هناك من المياه ما بتزيد وبتدخل البيوت، فهناك الأرض خصبة جدا، فمن السهل جدا يكون في من خلال اتفاقات دولية ومن خلال مواثيق. ازاي مصر تقدر انها تستفيد انها تزرع محاصيل جوه السودان؟ من اسهل ما يكون حضرتك بيحصل اتفاق بين الحكومات ان احنا هنستثمر وهنضخ بعض الاستثمارات في مجال الزراعه، وده موضوع نقدر ان احنا نساعد فيه من خلال شركتنا ومن خلال علاقاتنا هنا في مصر وفي السودان، ان يحصلوا بدل مليون فدان خد 5 مليون فدان في السودان ازرعهم، تقدر تزرعهم خضار، تقدر تزرعهم فاكهه، واستعين بشباب من هنا من مصر، استعين بمهندسين زراعيين من مصر، استعين بقوه عامله من مصر ومن السودان، استعين بخبرات المصريه اللي هي قدرت تتطور وتعمل حاجات كتير في مجال الزراعه هناك. اعتقد هيكون الموضوع هنوفر ميه كتير من ميه النيل اللي هي بتقل كل فتره وفي مشاكل بخصوص سد النهضه، فلو احنا عندنا زرعنا في السودان ونستغل الميه اللي عندهم اوريدي، الميه اللي حجلنا نقدر ان احنا نزرع بيها محاصيل تانية ونقدر ان احنا نشرب ونقدر نعيش بيها بدون دخول في مشاكل في مهاترات مع دوله زي اثيوبيا من خلال سد النهضه او من غيره.
اكيد طبعا لما يبقى في اتحاد بين دولتين اكيد هيبقى الناتج احسن من يعني انتاج دولة واحدة. اكيد احنا لحد اول الثمانينات في عهد كان الرئيس النميري كان في تكامل بين مصر والسودان مع الرئيس السادات، وكانت الدولتين بندخلهم بالبطاقة بس من غير جواز سفر، وكان المواطن السوداني بيتعامل في مصر على انه مواطن مصري، وكان المواطن المصري بيتعامل في السودان على انه مواطن سوداني، وما كانش في اي مشاكل خالص. طب ايه الاسباب اللي في رأيك ممكن ادت ان انفصالهم يعني؟ بص، كان في محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سنة 96 أو 94 أظن، كان في إثيوبيا. ده كان نقطة تحول في العلاقة بين مصر والسودان، لأن في الوقت ده كان في اتهامات لنظام البشير برضو اتخلع، وكان معاه حسن الترابي إن هم اللي مولوا ودبروا ودربوا إرهابيين عشان محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك هناك في إثيوبيا. فمن هنا حصل حاجز كبير وبناء بقى يعني سد عالي في العلاقات بين مصر والسودان. طب وهل من رأيك ان العلاقات دي ممكن تتصلح تاني؟ لا، هي اوريدي علاقات الشعوب ماشيه، الشعوب ما وقفتش خالص، انا وفي فاهمة، بس انا علاقات قصدي اقتصاديه يعني قويه جدا. هل ممكن يعني يتحدوا مع بعض او كده زي الاول؟ نتمنى يعني، احنا نتمنى ان يزيد التعاون. هو اوريدي الشعوب ما فيش اي مشاكل بينها وبين بعض، يعني في السودان حوالي 2 او 3 مليون مصري متزوجين هناك ما بين مصريات او مصريين، في تزاوج وفي موجودين وشغالين هناك وعاملين شركات وعاملين كيانات كبيره، وهنا نفس الشيء في مصر في سودانيين كتير متزوجين وعايشين من مصريين ومن مصريات، والدنيا ماشيه مش واقفه، انما هي بس العراقيل اللي بتحصل على الحدود في الجمارك، في العلاقات اللي بتحصل من خلال تأشيرات، من خلال عرقلة حركة السفر بين البلدين، فده مأثر كتير. إنما صدقيني لو إحنا تجاوزنا ده هيحصل استفادة كبيرة جدا للشعبين. أكيد طبعا. طب إزاي ممكن إن احنا نتجاوز ده يعني من وجهة نظرك؟ نخفف شوية على القيود في السفر والتجارة. يعني حضرتك لك أن تتخيلي عشان نستورد عجول مثلا من السودان لازم تسافر لجنة من الطب البيطري تقعد هناك 21 يوم، اوكي، وبعد ال 21 يوم عشان نذبح لازم نيجي وبناخد لجنة من وزارة الصحة، من وزارة الزراعة، حوالي 5 دكاترة وتكلفتهم عالية جدا عشان يشرفوا على الذبح في الدولة دي. طيب ما يكون في تعاون أكبر، يعني اعمل لجنة هناك في السودان، لجنة دائمة من وزارة الزراعة المصرية تخدم كل الشركات اللي بتستورد، بدل ما أنا ما أخد لجنة معايا 5 دكاترة بتكلفني كل يوم، كل دكتور 150 دولار، لو في 5 دكاترة 750 دولار، طب ما انا هحملها على المستهلك. أكيد. انا بالنسبة لي ال 750 دولار عشان اذبح كل يوم 100 عجل هحملهم على المستهلك. طيب ما يكون من الافضل ان يكون في لجنة دائمة تشرف على الذبح لعدد من الشركات، وده مش هيكلف الوزارة هنا كتير، والشركات الموجودة هناك او اللي بتستورد تتحمل التكلفة بتاعتها مخصصة. نخف شوية حتة التقيد مثلا بشهادات المنشأ بين مصر والسودان، المفروض تبعا للقميصة خلاص البضاعة تدخل في حجر زراعي بيسافر من هنا، عمل اللجان الزراعية وعمل القيود دهيا بيقلل كتير من الاستيراد لكلا الدولتين، يعني السودان نفسها عايز تستورد حاجات بيقلل، مصر عايز تستورد حاجات من السودان بيقلل. طب ما هو احنا دول حدوديه، بدل ما استورد حاجات من الصين او بدل ما استورد من الهند او بدل ما استورد من باكستان رز وحاجات زي كده، طب ما انا ازرعه هناك واجيبه على عندي على طول وتحت اشرافي. اكيد طبعا يكون افضل يعني. مش محتاج ان انا اجيبه ان انا بعدين اخد عينات واحاول ان انا اطلع فيها عيوب او اطلع مزايا. طب ايه اكتر حاجات بتتميز بيها السودان؟ اكتر حاجات بتنتجها او حاجات يعني مشهوره بيها؟ السودان في الثروة الحيوانية طبعا هناك مهولة جدا، لك أن تتخيل أن ما يزيد عن 100 مليون راس ماشية، أو في بعض التقديرات وصلوها 250 مليون راس ماشية، ما بين عقول ما بين جمال ما بين خراف ما بين ماعز. في السودان محاصيل زراعية كتير جدا مصر بتستوردها، زي السمسم، زي القطن اللي هو الأكالة قصير التيلة، في الكركديه، في كتير من التوابل.
هي دولة زراعية بالمقام الأول، السودان مش دولة صناعية. إحنا نقدر ندعم الصناعات عندها هناك، يعني نقدر إن إحنا نزرع أراضي ونعمل مصانع، نستفيد من الزراعات اللي اتعملت، نعمل مصانع لمربى، نعمل مصانع لصلصة، نعمل مصانع قائمة على المواد الغذائية هناك جوه السودان، وتسوق للسوق المصري والسوق السوداني، تنتج بالمعايير المصرية والمعايير السودانية. طب حضرتك ممكن تكلمنا عن محاولة تنمية وزيادة الصادرات المصرية للسودان وأفريقيا؟ ده زي ما قلنا في بداية كلامنا، الصناعة المصرية صناعة جيدة، لكن مش هنقدر ننافس الصين بما وصلت ليه من تقدم علمي ومن قدرتها على تقليل التكاليف في الانتاج الصناعي. طيب احنا المصانع الموجوده في مصر مين احسن سوق نصرف فيه؟ هيكون في السودان والافريقيا. انت ليكي مع السودان زي ما قلت لحضرتك، عندك دول جوار اثيوبيا، اريتريا، تشاد، افريقيا الوسطى، وشوفي كل دول 4 دول وليبيا. ليبيا احنا لينا معاها حدود مشتركه، وربنا يحميهم في الفترة الجاية المشاكل والحرب اللي دايرة عندهم. بعد كده عندنا جنوب السودان ليها حدود مع كونغو، وليها حدود مع كينيا، مع أوغندا. خد بالك كل دول حوض النيل، انت لو صدرت لهم بضاعتك هتروح لهم أرخص ما تجيلهم بضاعة من الصين، أكيد. والجودة عندهم هناك مش هيدقوا قوي زي ما هياخدوا منتجات صينية رديئة، لأن انت ممكن تنتج لهم بمعايير أفضل، وممكن تبعت لهم بضاعة أحسن، في نفس الوقت هتبقى التكلفة أقل. تكلفة، برافو عليك، تكلفة أقل كتير، وده هيساعد إن إحنا هنا إنتاجنا يزيد وصادراتنا تزيد. طيب الدول الأفريقية عشان نكون صراحة، عندهم مشاكل في الكاش، عندهم مشاكل في الدولار، عندهم مشاكل إن تاخدوا منهم فلوس بسهولة. خلاص نعمل تبادل تجاري، أنا هبعت لكم منتجات غذائية، منتجات صناعية، هبعت لكم منتجات هاخد مكانها مواد خام. زي ما كان التعامل زمان قبل زي نظام اختراع المقايضة أيوه قريب من المقايضة. يعني تشاد مثلا فيها حجر او باودر اسمها التيتانيوم، دي غاليه جدا، بتتصدر لاوروبا بتراب الفلوس. طب ما احنا ناخدها في مصر ونعمل عليها اعاده تشغيل، ونقدر نصدرها من عندنا، ونقدر ندخلها في صناعات البلاستيك، ونقدر ندخلها في صناعات حاجات كتير احنا نستفيد بيها. زي دلوقتي الرئيس ما بيبتدى ان هو يتجه ياخد الغاز من قبرص، ياخده من اليونان، ياخده من اسرائيل، عشان نعمل عليه عمليات تشغيل ويخليه غاز مسال ويتصدر لاوروبا وياخد فرق سعر. يعني بيجي لنا بدولار، هنعمل عليه عمليه تشغيل ربع دولار، هيتباع بدولار ونص، يبقى انا استفدت ربع دولار على كل دولار دخل. دي حسبه سهله او بسيطه، دي اتس اكزامبل، يعني دي مش حسبه حقيقيه عشان ما حدش يقول انا بقول ارقام حقيقيه. طيب احنا لما ناخد تيتانيوم من اكتشاد هنقدر ان احنا نعمل عليه عمليات تشغيل، نقدر ان احنا ندخله في مصنع، نقدر نصدره، نقدر ناخد محاصيل زراعيه من اوغندا ومن كينيا. دي دول كلها يا جماعه حوض النيل، فيها منابع النيل، فيها بحيره تانا، فيها بحيره فيكتوريا في اثيوبيا. فتقدر ان انت من خلال علاقتك مع الدول دول اقتصاديا تتجنبي مشاكل كتير. يعني تخيلي لو انت علاقتك قويه باثيوبيا في التبادل التجاري، هل كان النهارده يقدروا يعملوا سد النهضه ويتجاوزوكي ويبتدوا يلعبونا زي ما بيلعبونا في الوقت الحالي؟ لا خالص. ليه؟ دايما التجاره ودايما البيزنس بتعزز العلاقه بين الدول طبعا. فاحنا نقدر نزود الصادرات بتاعتنا من مصانعنا لدول افريقيه كتير، وفي نفس الوقت نقدر ناخد منهم مواد خام نعمل عليها اعاده تصنيع تاني، نعمل عليها اعاده تشغيل تاني، ونصدر لاوروبا او نعمل عليها نحسن الصناعات بتاعتنا، والدنيا بتمشي. طبعا الكلام ده محتاج يبقى فيه وعي بقى عند الناس. والله احنا في مصر شعب طول عمرنا شعب طيب وشعب هادم لاي حد. يعني تخيل، شوف حضرتك من بدايه التسعينات لما حصل حرب الخليج بين العراق والكويت، جم ناس من الكويت عاشوا في مصر، وجم ناس من العراق عاشوا في مصر، ودلوقتي ما شاء الله علاقتهم بعض ممتازه في 6 اكتوبر وفي التجمع الخامس وفي بعض وفي مناطق كتير في مصر. طيب لما حصل الازمه وحصل الحرب الاهليه في سوريا وحصل النزاع الرهيب هناك، جم السوريين ما شاء الله اخواننا واخواتنا موجودين في 6 اكتوبر، موجودين في التجمع الخامس، موجودين في القاهره، في كل حي شعبي راقي ومتوسط هتلاقي سوري النهارده. الناس دول اشتغلوا، لو احنا مش شعب هادم الناس دي كانت هتيجي عندنا ازاي؟ في عندنا حوالي 5 6 مليون سوداني. اوعى تفتكر ان مصر تعدادها 100 مليون فقط او 90 مليون فقط. لا، مصر لو قلت فيها 5 مليون مغترب في الخليج قصادهم 5 مليون سوداني، قصادهم ما لا يقل عن مليون خليجي، ما بين سعودي، ما بين قطري، ما بين
اماراتي، ما بين عماني، ما بين كويتي، ما بين عراقي، اللي موجود بيشتغل من بدري واللي جاي يدرس وليه استثمارات وليه شغل هنا. فكشعوب وكتقبل الفكره اكيد احنا متقبلينها. اكيد طبعا. ومصر طول عمرها دوله هاضمه لاي حد. بس هو محتاج يبقى فيه شويه وعي من فكره التجاره والتبادل التجاري والكلام ده. نتمنى ان احنا نعزز التبادل التجاري ونسهل الاجراءات بين الدولتين وبين مصر، ونعتبر ان السودان هي الكي او هو مفتاح افريقيا. ان انت لما بتعززي وجودك هناك اقتصاديا بتقدري ان انت توصلي لاكثر من 10 15 دوله افريقيه تاني، لان هي اوريدي ليهم دول جوار مع السودان ومع جنوب السودان، ونقدر نستفيد منهم كتير. طب حضرتك ممكن تكلمنا عن معوقات التجارة بين مصر والسودان والدول العربية عموما؟ الورقيات الروتين، يعني دي الآفة اللي احنا بنتكلم فيها باستمرار طول عمرنا. لازم زي أساتذتنا يعني في الميديا، لازم نطلع المدام عفاف في الدور الثالث عشان ناخد ورقة مش عارف ايه، لازم نختم ايه، لازم نجيب شهادات منين، لازم نعمل ايه. فالورق الكتير اللي احنا بنتطلبه، لك أن تتخيلي ان مصر ليها معايير في مثلا المواد الغذائية او في المحاصيل الزراعية ازيد من اوروبا عشان تدخل حاجة هنا مصر. أكيد. فإحنا نتمنى الروتين الزيادة عن اللزوم اللي احنا بنعاني منه في استخراج الشهادات المنشأ، في استخراج الورق او النماذج اللي احنا يبقى بنصدر. في بقى حاجات إلكترونية، يبقى في حاجات احدث شوية عشان الامور تسهل شوية. اكيد يعني احنا نتمنى ده. يعني احنا بنشوف كل يوم اجراءات روتينية طويلة جدا بتعقدنا ان احنا نكمل او نضخ فلوس او نستثمر في دول تانية، او ان احنا ماشي بتحجمنا في الاستيراد ما عنديش مشكله، انما في استيراد في سلع اساسيه، في سلع مهمه ما ينفعش ان احنا نحجمها، لان احنا ما عندناش، مش موجود مننا هنا في مصر نفس السلع دي. انما السلع الاستفزازيه او السلع الرفاهيه او السلع اللي هي يوجد ليها بديل، حقك ان انت تحجمها. طب حضرتك ممكن تكلمنا شوية عن مؤسسة الناعم للتصدير والاستيراد؟ والله احنا عملنا الشركة، أسسناها سنة 2011، بعدين عشان كنت لسه مكتسب الجنسية المصرية فقالوا لازم تستنى لأربع سنين عشان يكون تم 10 سنين على اكتسابك الجنسية. ف 2014 اتفعلت خلاص، وابتدينا احنا نستورد شغلنا، وابتدينا احنا نصدر برضو، والحمد لله. يعني كان حصل في الفترة دي الحراك وثورة 2011 وثورة 2013، اتأثرنا زينا زي شركات كبيرة وكيانات كبيرة وكيانات صغيرة، بس قدرتوا تتخطوا ال الحمد لله. يعني من 2017 تقريبا تجاوزنا المشاكل دي كلها، وابتدى يبقى في استقرار وفي استابيليتي في البلد، وابتدينا ان احنا نعدي بيها، والحمد لله الشغل ماشي كويس في الفترة دهين، وفي زيادة في الاستثمارات اللي احنا بنشتغل بيها، وفي زيادة في البضائع اللي بنستوردها واللي بنصدرها. طب ايه اكتر نشاط بتتميز بيه المؤسسة؟ الحمد لله احنا في الفترة دهين بنركز اكتر على استيراد محاصيل من السودان، بما لنا من خبرات وبما لنا من اهل هناك، فبنحاول ان احنا نزود الدعم ده، وبنستورد محاصيل زراعية اكتر وبنضخها هنا للمصانع اكيد في مصر بتكلفه اقل من اي منتج تاني من اي دوله تانية. يعني النشاط عندكم بيعتمد اكتر على المحاصيل الزراعيه منها على الجمال والعجول وكده؟ دي مهنه الجدود ما نقدرش نستغنى عنها. بس تجاره الجمال واللحوم بشكل عام هي تجاره حدوديه، يعني دي في دمنا ما نقدرش نسيبها، ده ما ينفعش نشتغل من غيرها. ولكن اكتر دلوقتي النشاط بيتجه كاستثمارات اكتر للمحاصيل الزراعيه، انما تجاره الجمال عمرها ما نبطلها، دي ابا عن جد عن جد، ما نعرفش مهنه غيرها. هل حضرتك كنت حابب التجاره من الاول، ولا يعني الفكره جت معاك والله دخلت وقت متاخر؟ لا، دخلت كليه التجاره عشان اكون تاجر مش بيزنس مان، ما اعرفش اقول رجل اعمال، لان والدي رحمه الله عليه كان تاجر. فهو حببنا في التجاره وحببنا في الشغل ده. يعني دخلت حاجة تدرسها كنت عايز تكمل بيها؟ والله يشهد الله ان ده صدق، ده اللي حصل. دخلت كلية التجارة عشان كنت تاجر متعلم، يعني والدي رحمة الله عليه ما كانش نصيبه في التعليم كبير،
فهو استثمر فيا انا واخواتي، والحمد لله كلنا خريجين جامعات واشتغلنا على ده، والحمد لله درسنا تجارة كويس ومكملين فيها ان شاء الله. طب وكلمنا شوية عن عمل حضرتك في كمدير لمول تجاري. والله انا اشتغلت فترة في بداية حياتي بعد ما خلصت الكلية، نتيجة الواحد ما يكونش مرحب اول هو اشتغل في مهنة الاباء والجدود، فاشتغلت شوية في شركة. لان عايش في جلباب ابي بقى وكده والله في الاول. كلنا بنعملها غصب عننا، نادرا ان تلاقي حد بيكمل ورا والده على طول. فاشتغلت فتره في شركه اسواق حره، وكان اصحابها من اخطر الناس اللي هم افضل عليا في الحقيقه، واشتغلت معاهم فتره طويله وفتره تحسب ليا، يعني فتره ايجابيه جدا في حياتي. بعدين اشتغلت في مول في كبير في مصر الجديده، الحمد لله يتحط في السي في بتاعي ان انا من المؤسسين ليه، واتفتح على ايدينا وعمل شغل كويس، وكان بيعمل مبيعات يومية كويسة، وكان فيه أكتر من 25,000 منتج استمرت فيه حوالي 3 سنين. الأسواق الحرة قعدت 6 7 سنين أو 8 سنين، كانت فترة كبيرة وفترة إيجابية جدا في حياتي. بعدين رحت المول ده قعدت حوالي 3 سنين تقريبا وسبته، وعملت الشركة بتاعتي أسسناها. وفي الأول صعوبات ومشاكل و ريسك ان انت تعملي شغل خاص، موضوع مش سهل، بس بالاصرار وتقع وتقومي وتقع وتقومي، وان انت تصري تكملي بتكملي. طيب، طب وايه اللي خلى حضرتك بقى تتجه انك ترجع لمهنة ابائك واجدادك بعد ما كنت هي شوفي، في فترة تجارة الجمال في مصر اتأثرت كتير خاصة من جانب التجار السودانيين، ودي الأسباب احنا في حل من ذكرها. يعني حصل تراجع كبير في عدد التجار السودانيين اللي بيشتغلوا لحساب تجار مصريين، بس ما اقدرش استغنى عنها. يعني احنا ما كانش ينفع يعدي سنه من غير ما نستورد جزء. وبعدين السودان فيها نظام قبائل، يعني القبيله احنا ولاد عمامنا واخواننا هناك، ما ينفعش يعني كلنا نشتغل بفلوس بعض، مش بنشتغل ان هي حاجه خاصه بيا لوحدي او حاجه خاصه باحمد اخويا وشريك لوحده او كده. لا، هو بيجيب بضاعه بينزلها عليا، انا ممكن ابعت حاجات للسودان او اجيب حاجات من هناك بفلوس اهلي من هناك، احنا بنسوقها بنبيعها، فالموضوع مستمر، ما ينفعش احنا كنا نوقفه. ولكن هو قل شويه فتره من الفترات ورجعنا لها تاني الحمد لله، ورجعنا بقوه. يعني كله بيبقى فيه تعاون مع بعض. طبعا هي هناك زي ما بقول لحضرتك النظام في السودان اقرب للصعيد، يعني تلاقي هنا في مصر في الصعيد نظام قبلي ونظام عائلي، في عائلات كبيره بتكون ليها كلمه عليا، او في كبار العيله هم بيكون لهم كلمه اعلى على كل الصغار او الشباب اللي في العيله او الرجاله حتى. هناك نفس الموضوع، احنا بنقدر نشتغل مع بعض بتعاون اكتر، ولينا حد كبير دايما هو اللي بنقدره وهو اللي بنجله وهو اللي بيوزع ادوار في بعض الاوقات، وشغالين بفلوس بعض، مفيش مشكله عندنا لا عند محمد ولا عند حسين ولا عند احمد ولا عند علي ولا عند غيره. طب وبالنسبه للناس بقى اللي بتشتغل في الاستيراد والتصدير، يعني ايه اهم الحاجات اللي تقدر تنصحهم بيها في شغلهم ازاي يبقى يعني تاجر ناجح؟ المصابره والصبر والاصرار على النجاح. والتجاره من اول ما ابتدينا فيها من واحنا لسه ممكن يتعرض لخسارات، يتعرض لنجاح، في ناس بتجيلها احباط ما بتحبش تكمل، او في ناس بتبقى خايفه اوريدي انها تفتح مشروع او تكون بعمليه تجاره او كده عشان ما تخسرش، فدول تقدر تقول لهم ايه؟ لا، مفيش كده. التجاره لازم، اي تاجر في الدنيا ربنا خلقه لازم بيكسب وبيخسر، وما كانش الخساره ما كناش هنحس بطعم المكسب. بس لازم يتاجر بقى يبقى يعني في حاجه بيفهم فيها، ولا مش شرط ممكن يتعلم مع الوقت؟ الطبيعي ان لازم هو يختار مجال بيفهم فيه او حبه او درسه، يعني لازم يدرس، لازم يدرس ويذاكر كويس الحاجة اللي هو هيستوردها أو اللي هو هيصدرها، ولازم يجود فيها، لازم يجيب حاجة مختلفة، لازم يبتدي. وخسر مرة مش مشكلة، خسر مرتين يحاول هو يقف تاني، إنما الانسحاب هيفيده بإيه؟ ما عوضتش خسارتك. زي ما بيقولوا كده لكل حصان كبوة تقريبا، المثل كان بيقول إيه؟ طبعا طبعا يعني في أبو القاسم الشابي كان بيقول اللي يخاف من صعود المرتفعات هيفضل حياته كلها بين المستنقعات او بين الحفر.
يعني اللي يخاف من صعود الجبل يفضل حياته كلها يتنقل من حفرة لحفرة. ايوه، وبيقول برضو كان في مثل بيقول يفوز باللذة كل يفوز مغامر باللذات كل مغامر، وتقتله الحسرة كل جمال. فاللي مش هياخد يعني ستيب او يحاول ان هو يعمل حاجة، هيفضل طول عمره في مكانه. هيلاقي حتى يعني هيعتبر ان هو بيرجع لورا، لان كل الناس هتطلع لقدام، فهو لما هيفضل مكانه هيعتبر ان هو رجع كمان للخلف. يعني هقول لحضرتك حاجة، خلي أي تاجر ابتدى في تجارة منتج ما، أول ما ابتدى طبيعي إن هو مش هيكسب، أحيانا بيكون في حظ المغامرين ممكن يكسب أوي والمكسب يغريه إن هو يكمل. دي بقى رزق بقى من عند ربنا سبحانه كويس. وتعالى. وبعد الرزق طيب جه في مرة اتعرض لكبوة أو اتعرض لخسارة، أما ينسحب ويسيب السوق بتاعه بعدين، ما أنت أنت ما عدتش خسارتك، فلازم يكون عندك اصرار ان انت تكون ناجح، اكسب واخسر واكسب واخسر، هو ده الطبيعي. في ناس بتكتشف ان الحاجة دي مش ناجحة فيها مثلا فبيسيبوا ال ده اللي بيكون دخيل على السوق، يعني هو حد من صحابه كان بيتكلم معاه فقال له في منتج كذا بيكسب فاحنا هنجيبه مع بعض، فهو داخل عشان طمع في الارباح فقط، انما هو لا درس السوق ولا عارف طبيعه المنتج ايه ولا عارف طبيعه تخزينه ولا عارف تسويقه، فبيجي لما بيجيب المنتج بتاعه طبيعي هو ورزقه او هو وحظه، لانه مفيش دراسه، طول ما في دراسه بيكون في نجاح، انما طالما الناس ما ذاكرتش كويس الحاجه اللي هتجيبها والشغل اللي هتعمله طبيعي ان هي هيكون نجاحها وفقا لتوفيق ربنا اولا واخيرا ثم الحظ بقى بعد كده بنسبه كبيره. طب ازاي ممكن ان احنا نقوم بدراسة جدوى لأي مشروع عايزين نعمله؟ يعني محتاج ايه يعني؟ او ده موضوع كبير قوي، دراسة الجدوى ده لازم بيكون في ليه متخصصين وبيكون في ناس ده علم، يعني مش موضوع ان احنا هنقوله في كلمتين، ولكن دراسة الجدوى لازم الاول اعرف امكانياتي زي اي نظام تشغيل، امبورت بروسيسنج او امبورت، امبورت مدخلات او معطيات، بروسيسنج عمليات تشغيل، او امبورت مخرجات. انا عندي مبلغ من المال عايز الناس تستثمره، عايز ان انا اصدر حاجه او استورد حاجه، لازم ادرس كويس السوق اللي هدخله، لازم اعرف انا هشتغل في ايه، لازم اعرف المنتج ده ايه مزاياه وعيوبه، ايه درجات الجوده فيه، طب هسوقه فين، ولما يتسوق هسترد فلوسه امتى. ما دايما كان والدي رحمه الله عليه يقول الشطاره مش في البيع، الشطاره في التحصيل، يعني الشطاره مش ان احنا نبيعه خلاص، الشطاره ان احصل فلوسي. بمعنى يعني انا جبت بضاعه بمليون جنيه بعتها في يومين حصلت فلوس في 6 شهور، طبعا مش مكسب، انما الشطاره ان انا جبت البضاعه النهارده بعتها خلال شهر وخدت فلوس خلال شهر، يبقى انا كده اقدر اعمل دوره شغل تاني. فدراسه الجدوى هي عباره عن بدرس المنتج اللي هشتغل فيه، بشوف ايه مميزاته وعيوبه، بشوف هقدر اجيبه منين بارخص سعر، بشوف هجيبه منين بافضل جوده، وهل هعتمد على السعر ولا على الجوده، واقدر اعمل التوازن بين السعر والجوده في المنتج اللي هجيبه، وبعدين ببتدي ان انا اصدره او استورده على حسب رغبتي انا هصدر او هستورد، وبعد كده بشوف هسترد فلوس ازاي، سواء صدرت هاخد فلوس من العملاء بتوع ازاي، او استوردت وجيت بعت هنا في السوق المحلي اشوف هاخد الفلوس برضو ازاي عشان اقدر اضخها تاني وفي عندي دورة راس مال. طيب بالنسبة للاستيراد والتصدير، يعني ايه اكتر المنتجات او الحاجات اللي بترجح العمل فيها؟ لا احنا مصر زي ما قلت لحضرتك احنا دولة مش 90 مليون ولا 100 مليون، احنا عندنا افارقة وعندنا عرب وعندنا سياحة، فعددنا في يعني لا يقل عن 130-140 مليون موجودين على ارض مصر، ما بين سياح ما بين عرب ما بين افارقه ما بين مصريين، فانت سوق ضخم جدا، مصر عامله زي الديناصور في القاره الافريقيه، حركتها تهز اي حد، فمش منتج واحد اللي احنا نجيبه، هو كل واحد بس يذاكر هو هيجيب ايه، يعني اللي عايز يشتغل في محاصيل زراعيه يذاكر المحصول اللي هيجيبه ايه، اللي عايز يجيب حاجات صناعيه، اللي عايز يجيب اكسسوارات، اللي عايز يجيب مواد خام، كل واحد لازم يذاكر السوق اللي هيشتغل فيه عشان يقدر ينجح. اكيد طبعا لازم كل واحد ان هو يعني يدرس الحاجة اللي هو نجح فيها، لان هو لو شاف حاجة تانية
ممكن الحاجة دي ما ينجحش فيها، او مثلا قالت فلان اصل فلان مثلا نجح في كذا هعمل زيه، ممكن ان هو ما ينجحش فيها لان ده مش تخصصه اساسا. بالظبط، ده اللي دايما بيحصل، التقليد والنسخ المقررة عشان مطاردة النجاح ومطاردة المكاسب ومطاردة أرباح ما بتوصلش غير لخسارة. إنما حلو. اللي عايز يشتغل لازم يذاكر السوق اللي هيدخله كويس. طب ازاي يكون يعني اسلوب الماركتينج الناجح، التسويق الناجح للمنتج، هل ده اصلا يعني بيبقى له عامل كبير في النجاح ولا مش شرط؟ بس احنا في مصر دايما بنخلط بين السيلز والماركتينج، حتى في مصر تلاقي دايما يقول لك مانجمنت ماركتينج اند سيلز او سيلز اند ماركتينج، واحنا مش عارفين الموضوع ماشي ازاي. طبعا في ناس احسن مني كتير يتكلموا في الموضوع ده. السيلز ان انا ببيع، يعني عندي سوق وببيع فيه. الماركتينج ان انا بفتح اسواق جديده، ان انا بزود بيعي، ان انا ببتدي اعمل نقاط بيع جديده، ان انا بجذب عملاء جداد للمنتج بتاعي، ان انا بسوقه كويس. يعني تشوفي من فترة للتانية بيجي الشركات الكبرى في المياه الغازية بيعمل بروموشن، هو بيعمل بروموشن ليه رغم ان المنتج بتاعه موجود، بس هو عايز ياخد شريحة جديدة يزودها ويجذبها ليه، فلازم يعمل تسويق. شركات الاتصالات بتنافس بعض من وقت للتاني رغم كل واحد مصر ان هو عنده الرقم بتاعه، بس هو بيعمل ماركتينج او بيعمل تسويق عشان يحاول يجذب شريحة من مستهلكي الشركة الاخرى. ده التسويق. المبيعات ان انا عندي سوق وببيع فيه. طيب عشان ادخل سوق وان انا انجح فيه لازم اعرف السوق ده معتمد على سعر ولا معتمد على جوده عشان اتميز في السوق. هل السعر الرخيص بس هو اللي هيجذب ليا شريحه جديده من المستهلكين هو اللي هيزود مبيعاتي، ولا ان انا اهتم بجوده اعلى؟ بس فهو ده اللي هيرشح او هو ده اللي هيديك الاريحيه اللي انت تنجحي. اكيد، لانك لما بتعمل مثلا بتسوق لمنتج معين او كده بتقدر انك تختار بالبروموشن مثلا الفئة معينة العمرية او الدولة المدينة الشريحة معينة تقدر تستهدفها ان توصل لها الحاجة بناء بقى على المنتج بتاعك او الحاجة حابب انها توصل فين او كده. هو زي ما بقول لحضرتك في سوق موجود وفي المنتج اللي انا عايز اشتغل فيه في غيري شغال بمنتج زيه، او ممكن انا بجيب بزود في نفس السوق. نتكلم مثلا عن سوق وليكن المحاصيل الزراعيه، ما انا مش اول حد يستورد ولا هكون اخر حد بيستورد، في الاف الشركات فاتحين قبلي وفي الاف الشركات بتفتح بعد، واحنا موجودين في مصر في الوقت الحالي مع مئات والاف الشركات اللي بتستورد. كويس، انت ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ في اساسيات، السمعة طبعا الكويسة بالظبط، الالتزام، التعامل الجيد، الجودة، المنتج اللي انت بتجيبيه بتجيب منتج بجودة اعلى او بتجيب منتج بنفس الجودة بس بتطرحيه بسعر منافس للمنافسين بتوعك، بتطرحيه بسعر اقل شوية، في عميل هو بيشايف ان التعامل معاك فيه صدق ومصداقية على اساس التاريخ العمل بتاعك معاه فبيرشح له يكمل معاك حتى مع ثبات الجودة مع ثبات السعر، بس خلاص انا مرتاح مع الاستاذة بسنت هكمل مع بسنت، ايه اللي يخليني اخد حد جديد؟ يعني حتى اكيد. لما احنا يعني اللي بنشتري تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. طبعا ده موضوع ما فيهوش فصال. يعني انا بروح اشتري منتج في 10 محلات بيبيعوا المنتج نفس المنتج، بس انا برتاح لمحل معين نقطة بيع معينة فبروح له مع ثبات الجودة وثبات السعر، بس بروح للمكان اللي برتاح له مش كده؟ طب وبالنسبة للسيلز بقى والكلام ده؟ السيلز موضوع هو سهولته في صعوبته او صعوبته في سهولته، ما هو السوق موجود بس ان انا ازاي اقدر انك تقنع اللي قدامك او ازاي انك تقدر توصله يعني مثلا المنتج ده او كده، ازاي اقدر اجذب اخد حصة اكبر في السوق، ده مهم. هيكون بالصدق في المعاملة، هيكون بالالتزام في المواعيد، هيكون بالسعر الجيد، هيكون بالجودة الجيدة. يعني فدي ايه معايير اكتر نجاح. العوامل دي اللي ممكن تأثر مع الناس؟ خلينا نتكلم بصراحة، في مصر أكتر حاجتين بيفرقوا السعر والجودة. يعني النهاردة في ناس كتير للأسف بتتجه للعاملين دول بس، سعر وجودة.
وهو السوق بيعتمد على الاثنين، اه بالنسبه هو واقف لغلاء على الاسعار والكلام ده، ففعلا الناس لما بتلاقي منتج مثلا سعره معقول بالنسبه لشريحه كبيره من الناس فبيتجهوا للمنتج ده، وطبعا برضو لازم تبقى جودته كويسه يعني. للأسف في بقى ناس كتير بتبتدي إن هي تشتغل يهتم بالسعر وشكل المنتج كويس ولكن جودته تكون رديئة، ده مبيعش كتير، خدي بالك، لأن إحنا درسنا في الاقتصاد زمان وقاعدة موجودة لحد يوم الدين إن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. كل شركة بتشتغل بمصداقية وبتشتغل بالتزام وبتشتغل بمعايير جودة وبتشتغل بمعايير احترام هي اللي بتستمر. الناس اللي جت عشان تكسب مكاسب سريعة بتختفي، أكيد. اه يعني بتحقق مكسب في مرة بس المنتج بتاعها لو جابوه مرة تانية مش هيكسب ده بقى بسبب رداءة المنتج مثلا. طبعا. يعني أهم حاجة، ما بس هنقول إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، في ناس هدفها السعر، اه هو بيروح يقارن على إن السعر رخيص وبيشتري الأرخص. طيب ده ليه تجار بس تجار عمرهم قصير اه ما لأن بيكملوش مش حي... المنتج مش هيعيش معاه. بالظبط، انما التاجر الشاطر هو اللي يجيب منتج كويس جودته كويسه وجودته متوسطه او جودته ممتازه بسعر منافس. اه يعني حضرتك بترشح ان السعر يبقى عالي والمنتج كويس، ولا ان السعر يبقى في المعقول لا يعني؟ ارشح التوازن، اه يكون في يعني سعر لا يبقى رخيص ولا يبقى غالي. كل حاجه ليها على حسب جودتها بتحدد سعرها. ما اقدرش ان انا النهارده انافس واحد، يعني في اي مجال حضرتك تشوفي كتير من المصانع والورش في الصين تحت بير السلم تروح تدي له ساعة، خلاص الساعة دي ب 10 جنيه، تقول له أنا عايز ساعة زي دي بالظبط بجنيه، بينتجها لك بجنيه، اه بس هتبوظ على طول يعني، مش ه... بتجيبي كوبي وهاي كوبي وبتختلف بقى الموضوع. فنفس الشيء بالنسبة للمنتجات اللي احنا بنجيبها، في منتج شكله حلو بس جودته رديئة، أنا بنصح دايما الناس تروح للسعر المتوازن، لا رخيص قوي ولا غالي قوي، بس يفكر ويشوف الجودة ايه اهم اه حاجة. كلما زادت جودة المنتج كلما طال عمره اكيد. اه وكلما طب ازاي نقدر استمر. ان احنا نحس هل جودته كويسة ولا لا يعني؟ المكان اللي بتشتري منه، اه يعني نشوف لو بقى حضرتك سمعة المكان و طبعا اه لو حضرتك بتشتري موبايل النهاردة او شاشة تلفزيون، من الافضل ان انت تشتري من الوكيل او من الافضل ان انت تشتري من محلات كبيرة عارف ان هي مش هتغش. انما اللي احنا بنشوفه المنتجات الرديئه اللي موجوده كل يوم والتاني وبتضرب براندات وبتضرب اسماء، ما دي كارثه. وللاسف بيدفع ثمنها دايما الفقراء او دايما اللي هم محدود الدخل. اه بيلاقوا ان السعر هنا مثلا معقول شويه بالنسبه لهم فبيتجهوا له، من كارثه. غير المنتج بيبوظ معاهم بسرعه. تخيل حضرتك واحد اشترى تلفزيون قعد معاه 6 شهور وباظ، جاب بعد شويه ما تبشي وراح جاب تلفزيون تاني، بعد 6 شهور جاب تلفزيون رخيص وباظ، قعد معاه سنة. طب ما كنت أجيب تلفزيون سعره أعلى شوية وأجيبه من الوكيل بتاعه أو أجيبه من مكان يعيش معاك محترم بقى فترة طويلة. بالظبط، أو أجيبه من موزع محترم، أجيبه من يعني موزع معتمد عشان يعيش معايا أكتر، مش كده؟ كان أكيد. اه يعني والدتي رحمة الله عليها كانت دايما تقول الغالي رخيص، اه يعني ما تجيب حاجة غالية هتعيش معاك عمر أطول، فهتلاقيها إن أنت فترة استمراريتها معاكي بقت رخيصة، أرخص من أي منتج جبتيه رخيص ومعشي. اه بس برضو يعني المفروض يعني لما حد مثلا بيبقى بيشتغل في التجارة او كده بيبص برضو للناس اللي بيشتغلوا حواليه، يعني مثلا لو كل الناس مثلا سي مثلا متوسط مثلا السعر 8 مثلا، ما يروحش هو يبيع برضو ب 12 لانه ما حدش هيروح له أديك يعني. أنت حلتيها. ايوه يعني هو بيشوف متوسط الرينج برضو، بس برضو ما يخليش المنتج رديء ورخيص، بس في نفس الوقت ما ي... اللي هو ما ي... لو غلى السعر قوي هيلاقي فئة معينة، إلا بقى لو هو عايز فئة معينة بس اللي تروح له. لكن لو عايز مثلا فئة كبيرة أو ناس كتير من الناس المتوسطة تقدر إنها تروح له، هيضطر إن هو برضو ينزل في السعر اللي هو الشائع. شوفي اي تاجر في الدنيا او اي مستورد لازم بيجي عليه وقت وبيعمل بروموشن، اه بيعمل عروض ترويجيه او عروض تسويقيه لمنتجه، نتيجه بقى ان الناس كتير استوردوا في الوقت اللي هو موجود فيه في الفتره دي، نتيجه مثلا لو بيشتغل في مواد غذائيه نتيجه الاكسباير بتاعه قرب شويه. فانا لو مشتري او انا كمستهلك اشوف المواعيد اللي هي في البروموشن واشتري، ده هيفرق معايا كتير، هاخد منتج بجودة كويسة وبسعر معتدل.
انما الغالي موجود والرخيص موجود. اللي بيدفع الثمن دايما في الرخيص للاسف شديد البسطاء، لانه بياخد منتج رديء وده بيسبب امراض وبيسبب كوارث. لو قلنا مثلا المنتجات الغذائيه او الحاجات الخاصه بالاكل والشرب، المنتج الرخيص النهارده بيتعب. فطب ما حصل في الفرق ده في علاج، أيوة. ربنا يعافينا ويشفينا جميعا. النهارده لو الواحد رايح يجيب اي حاجه تانية، وصلنا لنهاية حلقتنا، وأشكرك أستاذ محمد الناعم على وجودك معانا النهاردة، وكانت حلقة مفيدة وأتمنى تكونوا استفدتوا. أعزائي المشاهدين، أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية.